اعتمد زعماء دول بريكس بيانا في ختام القمة 15 المجموعة والتي عقدت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة في جنوب إفريقيا. من أبرز النقاط التي وردت في إعلان جوهانسبرغ النظرة إلى الأمم المتحدة باعتبارها حجر الأساس في النظام الدولي ودعم زعماء المجموعة في إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي من أجل جعل المنظمة أكثر ديمقراطية وكفاءة.